السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلا زلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد رحمه الله تعالى. وبلغنا قول المصنف رحمه الله: وما ابتدئ به على ذي السبب، في صفحة 454. والكلام في المرجحات، وهي آخر مباحث هذا الكتاب. فقال المؤلف رحمه الله: وما ابتدئ به على ذي السبب، أي ومن المرجحات ترجيح الحديث الذي وقع ابتداء من غير حادثة وواقعة، أي سبب، على الحديث الذي ورد على سبب خاص. هذا معنى هذه القاعدة: وما ابتدئ به، أي وحديث ابتدئ به وقع ابتداء لا على سبب، مرجح على ذي السبب، ذي بمعنى صاحب، أي على الحديث الذي وقع بعد سبب خاص. وإنما رجح الأول على الثاني لأن الحديث المبتدأ ليس هناك سبب خاص يحتمل اختصاصه به، فيجب التعميم الحكم فيه. وأما ذو السبب، أي ذو السبب الخاص، فهناك احتمال أن هذا الحديث مختص بصورة السبب فلا يجري في غيرها، يحتمل ذلك، فمجرد الاحتمال يجعله أقل درجة، يجعله مرجوحا بالنسبة إلى غيره. وهو أحد قولي علماء الأصول أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. مثال هذا المرجح استدلال بعض الفقهاء كالحنفية على نجاسة بول الإبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فالشاهد في كلمة البول فإنها عامة، فتعم بول الإبل فيكون نجسا. ويعارض هذا الحديث حديث العرانيين، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على أن أبوال الإبل طاهرة ليست نجسة، فتعارض الحديثان. فيرجح الحديث الأول على الثاني لأن الحديث الأول لم يرد على سبب خاص، لم يرد على سبب، بل قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، والله أعلم. بخلاف الحديث الثاني
فإنه ورد على سبب خاص، وهو أن جماعة العرنيين لما اجتووا المدينة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ليصحوا، ويشربوا من ألبانها ليقووا. فيحتمل خصوص الحديث بمن على صورة السبب، بأن يكون لا يجوز شرب أبوال الإبل إلا لمحتاج إليها حاجة شديدة كحاجة العرنيين، والضرورات تبيح المحظورات، ولهذا رجح الأول على الثاني. وهذا كما قلت مثال، كما أقوله مرارا، الغرض هو التمثيل لا الترجيح، لا ترجيح الحكم المبني على ترجيح حديث على حديث، إنما الغرض هو ضرب المثال. قال: ويقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره في أصح الروايتين عن أحمد وعليه عامة أصحابه. هذه مسألة جديدة، مرجح جديد. فقال: ويقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون، يعني إذا تعارض حديثان أحدهما عمل به الخلفاء الراشدون الأربعة جميعا، والخلفاء الراشدون كما تعلمون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة، إذا تعارض حديثان وأحدهما عمل به الخلفاء الأربعة جميعا، لا بد من هذا القيد، عمل به الخلفاء كلهم الأربعة، والآخر ليس كذلك، فإنه يرجح ما عمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على الحديث الآخر الذي لم يعملوا به. قال: ويقدم ما عمل به الخلفاء الراشدون على غيره، أي على حديث غيره، أي لم يعمل به الأربعة، في أصح الروايتين عن أحمد وعليه عامة أصحابه. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله، فذهب عامة الأصحاب أعني الحنابلة، بل أكثر العلماء ذهبوا إلى ترجيح الحديث الذي عمل به الخلفاء الأربعة على غيره. ودليل هؤلاء، دليل الجمهور، هو أن الخلفاء الراشدين الأربعة أعلم من غيرهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، وكل هذا يقوي العمل بالحديث الذي عمل به الخلفاء الأربعة الراشدون على غيره. وخالف في ذلك جماعة من الأصوليين، وهي رواية عن الإمام أحمد، يعني الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي رواية مرجوحة لم يعمل بها الأصحاب، وهو أيضا قضية كلام بعض الشافعية
كابن كج رحمه الله، وهو مقتضى مذهب المعتزلة أنه لا يرجح الحديث الذي عمل به الخلفاء الأربعة على غيره، بل يستويان، يستوي الحديثان المتعارضان، ويطلب مرجح آخر، يطلب مرجح غير هذا المذكور. ودليل هؤلاء أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم سواء في الحجية، ولهذا لا يحتج بقول الصحابي إلا بشرط ألا يعارضه قول صحابي آخر هكذا بإطلاق، فإذا مقتضى ألا مزية لبعضهم على بعض، إذا لا مزية للخلفاء الأربعة على غيرهم، فاستواء أقوالهم في الحجية يقتضي ألا يجعل هذا مرجحا. وأما المعتزلة فلن يقولوا بها، لن يسلكوا هذا المسلك في الاستدلال، وإنما سوف يقولون لأن قول الصحابي ليس بحجة أصلا، وإذا لم يكن حجة أصلا فكيف يكون مرجحا بين الأحاديث المتعارضة؟ هذا مقتضى مذهب المتكلمين. مثال هذا المرجح حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى أو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوضوء مما مست النار. حديث أخرجه مسلم في صحيحه، ويعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. الحديث متفق عليه، ومقتضى أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة أن تكون مصلية بالنار، أي مستها النار. والحديث الأول الوضوء مما مست النار عمل به جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عمر وعائشة وأبو هريرة وزيد بن ثابت وأنس وغيرهم رضي الله عنهم. والحديث الثاني يعني عدم نقض الوضوء بأكل ما مسته النار، الحديث الثاني عمل به جماعة من الصحابة منهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم جميعا، فيرجح إذن الحديث الثاني. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الخلاف في المسألة والأحاديث المختلفة، قال: وإذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها، فإنهم أعلم بتأويلها وناسخها. انتهى كلامه رحمه الله. قال: ويرجح بقول أهل المدينة في الأصح، وهو قول أحمد وعليه أكثر الشافعية، واختاره أبو الخطاب خلافا للقاضي وابن عقيل. هذا مرجح جديد، وهو ما إذا تعارض حديثان وأحدهما وافق قول أهل المدينة، أحدهما عمل به
أهل المدينة النبوية. فإنه كما ذكر المصنف رحمه الله يرجح بقول أهل المدينة، يعني يترجح الحديث الذي عمل به أهل المدينة على الحديث الذي لم يعملوا به. والمراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون رضي الله عنهم. قال: ويرجح بقول أهل المدينة في الأصح، يعني الأصح في المذهب، في مذهب الحنابلة، وعليه أكثر الأصحاب، أكثر الحنابلة على هذا القول، الترجيح بعمل أهل المدينة. قال: وعليه أكثر الشافعية، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله، رحم الله الجميع. إذن هو قول أحمد رحمه الله كما ذكر المصنف، وعليه أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية، واختاره أبو الخطاب الكلوذاني، بل اختاره أكثر العلماء، أكثر العلماء على الترجيح بعمل أهل المدينة. ودليل هؤلاء أصحاب المذهب الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فمقتضاه إذن أن الأهل المدينة خير من غيرهم في الإيمان، فيكون أصح اجتهادا من غيرهم. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن يكون اجتهادهم أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيرهم. وحينئذ إذا اجتهدوا في الحديثين المتعارضين فعملوا بأحدهما، قدم هذا الحديث على الحديث الذي تركوا العمل به. هذا الدليل أصحاب هذا المذهب. قال: خلافا للقاضي وابن عقيل، هذا المذهب الثاني في المسألة. خلافا للقاضي، القاضي المراد بالقاضي كما قد علمتم هو القاضي أبو يعلى الفراء شيخ المذهب رحمه الله. قال: وابن عقيل تلميذه أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، وأيضا يكثر ذكره، فأبو الخطاب والقاضي أبو يعلى وابن عقيل من الذين يكثر ذكرهم في كتب الحنابلة الأصولية. نعم، هذا هو المذهب الثاني. ذهب جماعة من الحنابلة منهم القاضي أبو يعلى، ومنهم ابن عقيل، ومنهم مجد الدين ابن تيمية، ومنهم نجم الدين الطوفي، ذهبوا إلى أنه لا يرجح بهذا المرجح، ذهبوا إلى عدم اعتبار هذا المرجح، لا يصح ترجيح أحد الخبرين المتعارضين بأن أحدهما عمل به أهل المدينة. ودليلهم أن الأماكن لا تأثير لها في زيادة الظن، والترجيح هو تقوية الظن، الظن بأحد الحديثين يصير أكثر ظنا في الصواب. والأماكن لا تأثير لها في زيادة الظن،
فلا فرق إذن بين المدينة وبين غيرها كالكوفة والبصرة. هذا دليل أصحاب المذهب الثاني. مثال هذا المرجح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أن التي هي أحق بنفسها من وليها هي الثيب، فدل على أن البكر ليست أحق بنفسها من وليها، إذن يجوز للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة في النكاح، وإنما يستأذنها، يطلب إذنها فقط، أما الإجبار له أن يجبرها، فليست كالثيب. لكن هذا الحديث يعارضه حديث آخر رواه أيضا ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، قال: فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما ورد. فدل على أن الأب لا يملك إجبار ابنته البكر البالغة، فيتعارض الحديثان. لكن يرجح الحديث الأول، حديث الإجبار، الحديث الدال على الإجبار، إجبار البكر البالغة، يترجح على الحديث الثاني لأن عليه عمل أهل المدينة، فأهل المدينة عملوا بهذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الدالة على إجبار البكر البالغة، فيترجح على الحديث الثاني. وبقي في هذه المسألة إشكال، وهذا الإشكال يرد على غير المالكية، المالكية ذكروا هذا مرجحا من المرجحات، ذكروا كالقاضي عبد الوهاب رحمه الله، ذكر أنه إذا تعارض الحديثان رجح ما عمل به أهل المدينة على ما عري عنه، فلا إشكال، لأن المالكية يرون حجية عمل أهل المدينة، هو حجة أصلا عندهم من الأدلة المعتبرة، وعلى هذا فإذا ذكروه مرجحا فلا إشكال، إنما الإشكال على غيرهم ممن ذكر هذا مرجحا كالمصنف رحمه الله وغيره ممن ذكر هذا مرجحا ولم يكن من المالكية، أعني ممن لا يرى حجية عمل أهل المدينة. ووجه الإشكال قد ظهر لكم في ظني، وهو أنه إذا كان عمل أهل المدينة ليس حجة أصلا، ليس حجة من الحجج الشرعية، إذا لم يكن حجة فكيف يكون مرجحا معضدا مقويا لغيره؟ الفرض ألا يكون كذلك، ما دام أنه سقطت حجيته استقلالا فكذلك يسقط اعتباره مرجحا. والجواب، عن هذا الإشكال أنه لا تناقض، لأن المرجح في الحقيقة، المعضد يعني المرجح، هو في الحقيقة مرجح ومرجح، أي أنه يقوي غيره وغيره يقوي. وهنا
عمل أهل المدينة وإن كنا نذكره مرجحا، لكن هو في الحقيقة أيضا مرجح، فالذي رجحه هو الحديث المرفوع. فصار هذا العمل، عمل أهل المدينة، هو في الحقيقة مرجحا بالخبر الذي وافقه، وحينئذ فعمل أهل المدينة إذا وافقه الحديث المرفوع فأي إشكال في اعتباره؟ لا يوجد إشكال، لأنه قد تعضد هو بغيره بالحديث المرفوع، فصار معضدا ومعضدا، وحينئذ فلا إشكال، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والترجيح القياسي إلى آخره. هذا شروع في القسم الثاني الرئيسي للمرجحات، وذلك أن المؤلف رحمه الله قد ذكر من قبل أن المرجحات على قسمين رئيسين: الأول الترجيح اللفظي، والثاني الترجيح القياسي. ثم قسم الأول أربعة أقسام وفرغ منها الآن، ثم سيشرع الآن في القسم الثاني الرئيسي للمرجحات، وهو الترجيح القياسي، يعني الترجيح بين الأقيسة. فقال المؤلف رحمه الله: والترجيح القياسي، وهو إما من جهة الأصل أو العلة أو القرينة. هذه ثلاثة أقسام. إذا قسم القسم الرئيسي الأول أربعة أقسام، وقسم القسم الرئيسي الثاني ثلاثة أقسام. فقال: والترجيح القياسي، وهو إما من جهة الأصل، الأصل أي المقيس عليه، أو العلة، المعنى الجامع بين الأصل والفرع، أو القرينة، يقصد بها الدليل الخارجي، القرينة الخارجية. ثم قال: أما الأول وهو الترجيح من جهة الأصل، فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، ويقدم على الثابت بالنص. هذا الآن شروع في النوع الأول من الأنواع الثلاثة الداخلة تحت القسم الثاني الرئيسي، وهو الترجيح القياسي. وهذا النوع الأول هو الترجيح باعتبار الأصل المقيس عليه، الترجيح بالنظر إلى الأصل المقيس عليه. فقال: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح، ويقدم على الثابت بالنص. يعني إذا تعارض قياسان وحدهما الأصل المقيس عليه ثابت بالإجماع، والثاني الأصل المقيس عليه ثابت بالنص بآية أو حديث، فإنه يرجح الأول على الثاني، يرجح ما أصله ثابت بالإجماع على ما أصله ثابت بالنص. وقوله هنا ويقدم بالواو، الحقيقة أن هذه الكلمة أنها حشو، لأن التقديم هو الترجيح، فلو حذف لاستقام الكلام بدونها ولا تدعو إليها حاجة، بل وجودها هنا ليس جيدا من حيث اللغة، لأنها تكون من عطف المرادف على مرادفه، عطف اللفظ على مرادفه، وهذا ليس بجيد في اللغة، لأن التقديم هو الترجيح. فلو كانت العبارة فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص لاستقام الكلام،
ولا يبعد أن تكون كلمة ويقدم أنها بالفاء، أنها بالفاء وليست بالواو، لا يبعد هذا. التحريف بوضع الواو مكان الفاء ووضع الفاء مكان الواو من التحريفات المشهورة في النسخ المخطوطة، يعني التي يكثر وقوعها، فلا يبعد أنها بالفاء، فاء التفسير. وحينئذ فالخطب يسير إذا كانت بالفاء، لأن تفسير اللفظ بمرادفه سائغ، والله أعلم. قال: لأنه لا إجماع إلا عن دليل، والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس بصحيح. هذا دليل هذا المرجح، الذي ذهب إليه أكثر العلماء. فقال: لأنه لا إجماع إلا عن دليل، وهذا واضح، الإجماع لا يمكن أن يكون إلا عن دليل، الإجماع لا يكون إلا عن مستند، هذا لا خلاف فيه، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإذا لم يكن عن دليل، إما أن يكون عن إلهام ولا قائل به، وإما أن يكون عن هوى ولا قائل به، فلا بد أن يكون عن دليل. قال: والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس بصحيح، يعني أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، وحينئذ يعارض هذا الدليل الدليل الآخر الذي هو النص في مسألتنا. وعلى هذا يكون النص الدليل الآخر الذي هو النص يكون إما منسوخا أو ضعيفا، بخلاف دليل الإجماع فلن يكون كذلك، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على حكم مستندين إلى نص ضعيف أو منسوخ، إذ لو استندوا إلى دليل منسوخ أو ضعيف لاجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على الخطأ، والأمة لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكأننا إذا رجحنا القياس الذي أصله ثابت بالنص، كأننا رجحنا الذي أصله ثابت بالإجماع على الذي أصله ثابت بالنص، كأننا رجحنا الدليل القوي على الدليل الضعيف، أو الدليل المحكم على الدليل المنسوخ. أقول كأننا، وإلا فلا ترجيح بين ناسخ ومنسوخ. قال: والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس بصحيح، النص الآخر الذي عارض دليل الإجماع الدليل الذي استند إليه المجمعون، يكون هذا النص الذي عارضه لا بد أن يكون منسوخا، أو يكون ليس بصحيح بأن يكون حديثا ضعيفا أو قياسا فاسدا. وهذا الذي ذكرناه هو المذهب الأول في المسألة، وقلنا إنه ذهب إليه أكثر العلماء، وخالف في هذه المسألة بعض الشافعية كتاج الدين الأرموي صاحب الحاصل، وناصر الدين البيضاوي صاحب المنهاج، فذهبوا إلى أن القياس الثابت أصله بالنص مقدم على القياس الذي أصله ثابت بالإجماع.
قالوا: لأن النص أصل والإجماع فرع، وذلك لأن الإجماع ثبتت حجيته بالنص، النص أصل بنفسه لم يفتقر إلى غيره في الحجية، هو أصل بنفسه، أما الإجماع فهو فرع النص، لأن حجية الإجماع إنما ثبتت بالكتاب والسنة، ثبتت بالنص، فصار الإجماع فرعا بالنسبة إلى النص، وصار النص أصلا بالنسبة إلى الإجماع. قدموا الفرع على الأصل، كيف نقدم الفرع الذي هو الإجماع على الأصل الذي هو النص؟ لا يصح هذا. هكذا قال أصحاب المذهب الثاني. مثال هذا المرجح أن يقول المستدل على أن الرجل الزوج، يعني الأخرس، أن الزوج الأخرس يصح لعانه، يصح أن يلاعن امرأته، أن يقول المستدل: اللعان يصح من الناطق فيصح من الأخرس قياسا على اليمين، اللعان يصح من الناطق فيصح من الأخرس قياسا على اليمين، فيقول المعترض المخالف له، يقول: اللعان يفتقر إلى شهادة فلا يصح من الأخرس قياسا على الشهادة بغير اللعان، يعني قياسا على سائر الشهادات، فيتعارض القياسات، القياس الأول يقتضي صحة اللعان من الأخرس، والقياس الثاني يقتضي عدم صحة لعان الأخرس، لكن يترجح القياس الأول لأن المقيس عليه هو اليمين، وصحة اليمين من الأخرس ثابتة بالإجماع، وأما القياس الثاني فالأصل المقيس عليه فيه هو الشهادة، والشهادة عدم صحة، يعني عدم صحة شهادة الأخرس ثابتة بالنص، وهو قول الله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء، والأخرس غير مرضي لنا، يتعارض القياسان ويرجح القياس الأول على القياس الثاني لهذا الاعتبار الذي ذكرناه، وهو ترجيح القياس الذي أصله دل عليه الإجماع على القياس الذي أصله دل عليه النص. قال: لأنه لا إجماع إلا عن دليل، والنص الآخر قد يكون منسوخا أو ليس بصحيح، يعني ما دام أن هذا النص عارض الإجماع فهو قد عارض مستند الإجماع الذي هو الدليل، وحينئذ يكون الدليل الثاني منسوخا، أو لا، أو يكون ضعيفا. قال: والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها لقوتهما وتقديمهما عليه. هذا شروع في مرجح جديد. أولا قبل أن
نشرح هذا والثابت بالقرآن نرجع إلى قوله قد يكون منسوخا حتى يتصور أكثر. يتصور بالمثال، يعني مثاله لو قال المستدل في مسألة من جامع امرأته في الموضع المستقذر وهو الدبر والعياذ بالله ولم ينزل، هل يجب عليه غسل أو لا؟ فإذا قال المستدل إيلاج في أحد السبيلين بغير إنزال فلا يوجب الغسل قياسا على الإيلاج في السبيل الآخر الذي هو القبل بغير إنزال، هذا قول المستدل أنه لا يوجب الغسل. فيقول المعترض إيلاج هو مظنة خروج المني فيوجب الغسل قياسا على ما إذا أولج في القبل مع الإنزال، فيتعارض القياسات، الأول لا يوجب الغسل والثاني يوجبه، فيرجح الثاني، يرجح القياس الثاني. لما؟ لأن أصله المقيس عليه مجمع عليه، الأصل المقيس عليه في القياس الثاني هو الإيلاج في القبل مع الإنزال، وهذا محل إجماع. أما القياس الأول فالأصل المقيس عليه هو الإيلاج في القبل بغير إنزال ولا يوجب الغسل، فهذا أصله ثابت بالنص، يعني هذا الأصل المقيس عليه ثابت بالنص، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب الغسل من الإنزال، إنزال المني، والحديث أخرجه مسلم. لكن تبين بهذه المعارضة أن هذا النص منسوخ ما دام عرض الإجماع فهو منسوخ أو ضعيف، وقلنا ليس بضعيف لأنه أخرجه مسلم في صحيحه، فيبقى الاحتمال الثاني وهو أنه منسوخ، والأمر كذلك هو منسوخ. قال والثابت بالقرآن، هذا شروع في مرجح جديد. فقال والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها لقوتهما وتقديمهما عليه. والحقيقة أن هذا الذي قرأناه يتضمن مسألتين، المسألة الأولى أو نقول صورتين، الأمر يسير. الصورة الأولى ترجيح القياس الذي أصله ثبت بالكتاب العزيز على القياس الذي أصله المقيس عليه ثبت بالسنة الآحادية، ومثال ذلك إذا قال المستدل في مسألة النبيذ هل يحل شربه أو يحرم، فإذا قال المستدل النبيذ مسكر فيحرم شربه قياسا على الخمر، النبيذ مسكر فيحرم شربه قياسا على الخمر، فيقول المعترض النبيذ لا يسكر قليله فيباح شربه قياسا على النبيذ غير المشتد، قياسا على النبيذ غير المشتد، يعني المشتد يعني الذي لم تظهر عليه أمارات الخمرية، لم يقذف بالزبد وتتغير رائحته، فتعارض القياسان، فيرجح القياس الأول
لأن المقيس عليه وهو حرمة الخمر ثبتت بالكتاب العزيز، وهو قول الله تعالى: إنما الخمر، إلى أن قال سبحانه: فاجتنبوه. وأما القياس الثاني فالمقيس عليه وهو النبيذ غير المشتد، ثبتت إباحته بالسنة الأحادية، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء نهارا فيشربه ليلا، أو ليلا فيشربه نهارا، أو كما ورد. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم، لكنه حديث أحادي، فيرجح الثابت أصله بالقرآن وهو القياس الأول على القياس الثاني لأن أصله ثبت بالسنة الأحادية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هو ترجيح القياس الذي أصله المقيس عليه ثبت بالسنة المتواترة على القياس الذي أصله المقيس عليه ثبت بالسنة الأحادية، ومثاله أن يقول المستدل في مسألة رفع اليدين عند القيام من الركعتين، يعني عند القيام من التشهد الأول، هل يسن رفع اليدين؟ مسألة فيها خلاف بين الفقهاء. فإذا قال المستدل على السنية، إذا قال في الرفع من التشهد الأول، إذا قال قيام، يعني هذا الرفع قيام، تعقبه قراءة، فيسن فيه رفع اليدين قياسا على رفعهما عند تكبيرة الإحرام، قيام تعقبه قراءة، أي قراءة قرآن، فيسن فيه رفع اليدين قياسا على رفعهما عند تكبيرة الإحرام. فيقول المعترض المخالف في المسألة: قيام، يعني هذا الذي وقع وهو الرفع من التشهد الأول، قيام لم تسبقه قراءة، فلا يسن فيه رفع اليدين قياسا على عدم رفعهما عند القيام من الركوع، قياسا على عدم رفعهما عند القيام من الركوع. فهنا تعارض القياسان، فيرجح القياس الأول، لأن المقيس عليه في القياس الأول هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ثبت بالسنة المتواترة، رواها 50 صحابيا، فهو متواتر. وأما القياس الثاني وهو عدم رفع اليدين عند القيام من الركوع، فهذا ورد في سنة أحادية، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، يعني لم يرفعهما عند الرفع من الركوع. فيرجح القياس الأول لأن أصله المقيس ثبت به المتواتر على القياس الثاني لأن أصله المقيس عليه ثبت بسنة أحادية، خبر أحادي. قال: لقوتهما. اللام لام التعليل، فهو شروع في الاستدلال على هذا المرجح. قال: لقوتهما، ضمير التثنية يرجع إلى القرآن ومتواتر السنة. قال: وتقديمها، هكذا بالإفراد عندنا في المطبوعة، مطبوعة الكتاب، وتقديمها، وغالب ظني أنها بالتثنية، يعني
وتقديمهما، أي الكتاب العزيز والحديث المتواتر، القرآن والسنة المتواترة، لقوتهما وتقديمهما عليه. عليه الضمير يرجع إلى خبر الآحاد، ومعنى هذا الدليل يعني أنه لما كان القرآن الكريم ومتواتر السنة لما كانا قطعيين، ولما كانت السنة الآحادية ظنية، فوجب تقديم القطعي على الظني، لأن القطعي أقوى من الظني بلا شك. هذا معنى الدليل. قال: ويرجح الثابت بمطلق النص على الثابت بالقياس. هذا شروع في مرجح جديد باعتبار الأصل المقيس عليه. وقال: ويرجح الثابت، أي ويرجح القياس الثابت بمطلق النص على القياس الثابت بالقياس، يعني على القياس الثابت أصله بالقياس. يعني إذا تعارض قياسان، والقياس الأول الأصل المقيس عليه ثبت بالنص، والقياس الثاني الأصل المقيس عليه ثبت بقياس، فإنه يرجح الأول على الثاني، يرجح ما أصله ثابت بالنص على ما أصله ثابت بالقياس. وقوله بمطلق النص، كلمة مطلق هنا أتى بها لأن هنا جاءت هذه المسألة بعد المسألة التي ذكر فيها تواترا وآحادا، فاحتاج أن يحترز، يعني يأتي بما ظاهره الاحتراز، وإنما المراد به الإبانة ودفع التوهم. وكأنه يقول: ويرجح القياس الثابت بأي نص، بمطلق النص يعني بأي نص، سواء كان قرآنا أو كان حديثا متواترا أو كان حديثا أحاديا. يعني أراد التعميم بمطلق النص يعني بكل نص، حتى لا يظن أن الثابت بالخبر الآحاد ضعيف لا يرجح به، لأنه ذكره مرجوحا في المرجح السابق، فدفع هذا التوهم بقوله بمطلق النص، يعني فلا يظن القارئ أن خبر أن القياس الثابت أصله بخبر أحادي أنه لا اعتبار له. لا، له اعتبار، فإذا عارض قياسا أصله ثابت بالقياس ترجح الذي ثبت بالنص ولو كان بحديث أحادي. وبعض الأصوليين ذكر في كلمة مطلق هنا زاد، يعني زاد على ما قلناه كلمة وسواء كان الحديث صحيحا أو حسنا، هكذا قال بعضهم، وظني أن هذا ليس بجيد ولا يحتاج إليه، لأن الحديث الحسن راجع إلى الصحيح، فإن القسمة عند الأصوليين والفقهاء ثنائية، فالأحاديث صحيحة وضعيفة، لأن المقصود بالحديث الصحيح يعني الحديث الثابت، الحديث المقبول، الحديث الذي يحتج به، والمقصود بالضعيف خلافه، عكس هذا، أي غير الثابت غير المقبول، أي الذي لا يحتج به.
فالحسن راجع للصحيح وليس قسما قائما برأسه، فلا يحتاج إلى هذا الاحتراز، الحسن داخل في الصحيح. نعم. قال: لأن النص، هذا شروع في الاستدلال على هذا المرجح. قال: لأن النص مقدم عليه، عليه الضمير يرجع إلى القياس، فالمعنى لأن النص مقدم على القياس من جهة أن القياس ما ثبتت حجيته إلا بالنص، فلولا النص ما ثبت القياس، فصار النص أصلا بالنسبة للقياس، وصار القياس فرعا بالنسبة للنص، فلا يصح أن يقدم الفرع على الأصل، لا يصح أن يقدم القياس على النص، ولهذا اشتهر عند العلماء أنه لا قياس مع النص. هذا معنى الدليل. مثال هذا المرجح قياسان يختلفان في مسألة التيمم بالجص، هل يصح التيمم به؟ الجص الذي يسميه الناس اليوم الجبس، الجص أو الجص بفتح الجيم وكسرها، هل يصح التيمم به؟ فإذا قال المستدل على الجواز، إذا قال: الجص نوع من الصعيد لم يتغير عن جنس أصله، الجص نوع من الصعيد لم يتغير عن جنس أصله، فجاز التيمم به قياسا على التراب. فيقول المعترض المخالف في المسألة، يقول: الجص ليس بتراب، الجص ليس بتراب، فلا يجوز التيمم به قياسا على الحديد، الجص ليس ترابا فلا يجوز التيمم به قياسا على الحديد. وهنا تعارض القياسان، لكن يرجح القياس الأول، لأن الأصل المقيس عليه في القياس الأول هو التراب، يعني التيمم بالتراب، والتيمم بالتراب ثبت بالنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا، جعل ترابها لنا طهورا. هذا الشاهد، إذن التيمم بالتراب ثبت بالنص، لكن القياس الثاني الأصل المقيس عليه فيه هو الحديد، أنه لا يصح التيمم بالحديد، وهذا إنما ثبت بالقياس، حيث يقال: الحديد ليس بتراب فلا يجوز التيمم به قياسا على الصخر. وحينئذ لما تعارض هذان القياسان، يرجح القياس الأول لأن أصله ثبت بالنص، على القياس الثاني لأن أصله ثبت بالقياس. هذا مثال هذا المرجح. لكن بقي إشكال هنا، وهو في قوله: على الثابت بالقياس. ووجه الإشكال أن من الشروط التي يذكرها الأصوليون في صحة القياس هو أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتا بالنص أو الإجماع، فإن كان ثابتا بالقياس لم يصح القياس. من الشروط التي يذكرها الأصوليون في صحة القياس هو أن يكون أصله المقيس عليه ثابتا بآية أو حديث أو إجماع، يعني بنص أو إجماع،
فإن كان ثابتا بالقياس لم يصح القياس، فلا يصح أن تقول العدس مكيل فيجري فيه الربا قياسا على الأرز، قياسا على الأرز لا يصح هذا القياس عندهم، لأن المقيس عليه وهو الأرز ما ثبت بآية ولا حديث ولا إجماع، وإنما ثبت بالقياس بأن يقال الأرز مكيل فيجري فيه الربا قياسا على البر، وحينئذ يكون القياس الذي ذكرناه في العدس يكون باطلا، لأن أصله المقيس عليه ثبت بقياس، وحينئذ يصير هذا الكلام ضربا من العبث وتطويلا بلا طائل لا تدعو إليه حاجة. ما الذي يمنعه أن يقول العدس مكيل فيجري فيه الربا قياسا على البر، يقيس مباشرة على الأصل الذي ثبت بالنص بالحديث البر بالبر، إلى أن قال يدا مثلا بمثل يدا بيد، فلما هذا التطويل؟ فلهذا شرط وهذا الشرط، وحينئذ القياس الثابت بالقياس هذا ما يصح أصلا. وقد قلنا لكم من قبل إن الترجيح فرع صحة الدليلين، لا بد أن يصح الدليلان حتى يجري بينهما الترجيح، فإن كون أحدهما ضعيفا فاسدا باطلا فمعنى أنه لا يعارض غيره لأن وجوده كعدمه، لكن هذا ذكره هنا من باب التسامح. نعم، قال ويرجح المقيس على أصول كثيرة على غيره، هذا شروع في مرجح جديد وهو آخر المرجحات العائدة إلى الأصل المقيس عليه في القياس. فقال ويرجح المقيس على أصول كثيرة على غيره، يعني إذا تعارض قياسان وأحدهما الأصل المقيس عليه تشهد له أصول أخرى، يعني يشهد للفرع الأصل المذكور وأصول أخرى معه تعضده وتقويه، يرجح على قياس لا يشهد لفرعه إلا الأصل المذكور أو أصول قليلة، فقال ويرجح المقيس على أصول كثيرة على غيره، يعني على المقيس على أصول قليلة، لأن الكثرة والقلة معتبرة عند الأصوليين، فالقياس الذي تشهد له أصول كثيرة يقوى بالكثرة، هذا التعدد يقويه يزيده قوة، كلما وجدنا أصلا آخر يمكن رد الفرع إليه قوي الظن بصحته، كما يحصل في الأخبار، فإنه إذا جاءنا الخبر من طريق واحد صحيح قبلناه، فإذا جاء من طريق آخر قوي الظن، فإذا جاء من طريق ثالث ازداد الظن قوة، وهكذا يقوى الظن بكثرة الطرق إلى أن يبلغ أعلى درجات العلم والإدراك وهو القطع وهو الحديث المتواتر، ذاك في الأخبار ذكرناه نظيرا هنا فقط. فإذا القياس الذي تشهد له أصول كثيرة يكون أقوى ظنا
من القياس الذي لا يشهد له إلا أصل واحد أو أصول قليلة. وقياس هذه المسألة أن القياس الذي يشهد له أصلان مرجح على القياس الذي يشهد له أصل واحد، لأن الظن بالقياس الذي يشهد له أصلان الظن بصحته أقوى من الذي لا يشهد له إلا أصل واحد. هذا مرجح من المرجحات، وإلا فقد يقوى ذو الأصل الواحد من جهة أخرى ككون العلة مؤثرة مثلا، فيكون القياس قويا أو جليا فيرجح على غيره مهما كثرت أصوله إذا كانت العلة غير مؤثرة أو يعني قليلة التأثير، كأن تكون العلة بجنس بعيد لا قريب فتأثيرها أضعف إلى غير ذلك من الاعتبارات. لكن هذا المذكور مرجح من المرجحات. فيما إذا تساوت العلتان في القوة، مثال هذا المرجح مسألة الوضوء، هل تجب فيها النية؟ النية هل تجب الوضوء؟ هل النية شرط في الوضوء؟ مسألة فيها خلاف مشهور. فإذا قال المستدل الوضوء عبادة فتجب النية فيها قياسا على الصلاة، إذا المستدل على وجوب النية في الوضوء يقول الوضوء عبادة فتجب فيها النية قياسا على الصلاة، فيقول المعترض الوضوء طهارة بالماء، الوضوء طهارة بالماء فلا تجب فيه النية قياسا على إزالة النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فالقياسان تعارضا. لكن يرجح القياس الأول لأنه تشهد له أصول كثيرة، وذلك أن سائر العبادات تجب فيها النية، فتشهد القياس الأول تشهد له أصول متعددة كثيرة كالصلاة والصوم والزكاة والحج إلى آخره، كلها تجب لها النية لأنها عبادة، بينما القياس الثاني لا يشهد له إلا الأصل المذكور أصل واحد وهو إزالة النجاسة، فيرجح القياس الأول على القياس الثاني والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.